هاي عرف العالم عدد كبير من الحروب يلي غيرت مجرى التاريخ وقسم منها انشهر أكثر من غيره. أقصر حرب كانت بين المملكة المتحدة والزنزبار ودامت من الساعة 9 ودقيقتين للساعة 49 دقيقة ب 27 آب سنة 1986، أدت لاستسلام السلطان سعيد خالد. أطول حرب بالتاريخ دامت 116 سنة من 1337 ل 1453 بين إنجلترا وفرنسا. أدمى حرب أهلية كانت التايبينغ بالصين من سنة 1851 ل 1864 يلي قادها المتمرد هونغ سو خوان. أما أدمى حرب بتاريخ البشرية فكانت الحرب العالمية الثانية يلي بلغ عدد الوفيات فيها حوالي 72 مليون من بينهم 47 مليون مدني. مين قال إنه هالحرب كانت الأعلى كلفة كمان بالتاريخ مع خسائر تتقدر بأكثر من تريليون دولار؟ أنا قال. بشوفكم بكره.